في هذا الفيديو راح أسافر وأطير فوق جميع الدول العربية في داخل لعبة. إيه اللي سمعتوه صحيح، من يومين نزل الجزء الجديد من لعبة مايكروسوفت فلايت سيميليتر، وهذه اللعبة بتسمح لك تطير فوق أي منطقة أو دولة في العالم. ومن شهرين تم دعوتي إلى إيفنت في أمريكا لتجربة اللعبة، ورحت إلى منطقة جبال في أمريكا اسمها الجراند كانيون، ولعبت اللعبة وسكت طيارة حقيقية. واللي متابعني على الإنستغرام أو تيك توك أظن شفتوا الفيديو اللي نشرته هناك، والآن نزلت اللعبة رسمياً، ودي صراحة أشوف الدول العربية في داخلها. فراح نطير الآن فوق جميع الدول، دول الخليج العربي، بلاد الشام، دول المغرب، جميع الدول. في احتمال تشوف بيتك في الفيديو. بس قبل لا نبدأ، هذا الفيديو عليه giveaway على نسختين للعبة، إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليهم ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة، واترك تعليق على المنصة اللي ودك تربح عليها اللعبة على الكمبيوتر أو الإكس بوكس. ويلا خلنا نبدأ. قبل لا نبدأ، هذا الفيديو برعاية موقع علي إكسبرس. هذا الموقع رح تلاقي عليه أي منتج يخطر في بالك بسعر رخيص، وفوق إن سعره رخيص الآن مسوين عروض جمعة السوبر، واللي رح يكون فيه خصومات جدا قوية تبدأ من اليوم وبتستمر حتى نهاية الشهر. وأدري إن معظمكم يهتم بأدوات الجيمينج، الموقع فيه خصومات على أي شيء له علاقة بالألعاب، من سماعات، كنترولرات، أجهزة ألعاب محمولة، ماوسات، كيبوردات، وأي منتج ثاني. إذا كنت صانع محتوى أو ودك تبدأ، راح تلاقي عروض على ميكروفونات وكاميرات وأدوات تصوير كثير. وخلي أورجيكم بعض المنتجات اللي أنا اشتريتها. جبت هذه الإضاءة اللي على شكل مثلثات مثل ما شايفين، واللي قريبا راح أحطها عندي في السيت اب، راح تخلي شكل الغرفة جدا رهيب. وجبت شاشة البكسل هذه اللي أيضا راح أحطها في السيت اب، واللي أقدر أبرمجها عن طريق موبايلي وأحط أي صورة فيها. وجبت هذا الكنترولر من شركة جيمسر اللي أقدر أشبكه على موبايلي وأستعمله في الألعاب نفس كول أوف ديوتي وببجي جدا رهيب. واذا قررت تشتري اي شيء من الموقع، فاستعمل الكود هذا اللي طالع قدامكم على الشاشه، وراح تاخذ خصم قوي. اذا اشتريت ب 200 ريال راح تاخذ خصم 30، واذا اشتريت ب 1000 راح تاخذ خصم 200. وقدامكم كل الخصومات اللي راح تاخذها لو اشتريت باستعمال الكود. فزور موقع علي اكسبرس الان واستفيد من العروض الرهيبه، الرابط موجود بالاسفل. ويلا خلينا نرجع على الفيديو. اوكي شباب، نحن الان في قائمة اللعبة، واللعبة فيها كثير اشياء. فيها الاكتيفيتي، فعاليات تتجدد كل فترة، فيها الكارير اللي هو تتعلم كيف تسوق طيارة بشكل حقيقي وتاخذ دروس وكذا. بس اللي هدخل الان هو الفري فلايت. هذا المود يسمح لي اكتب اسم اي مدينة في العالم واطير فيها، واقدر اختار الطيارة اللي ابيها. مثل ما شايفين في عدة طيارات، في منطاد، في طيارة سفر، هليكوبتر، طيارة حربية. وخلنا أول شيء نروح على مكة، خلنا نكتب مكة المكرمة. أوكي ودانا هنا، ما أدري وين الحرم بس خلنا نحط أي نقطة ونطير عليها ونشوف. أوكي شباب، أول شيء خلنا نبدأ في السعودية وبالتحديد في مكة المكرمة. مثل ما شايفين برج الساعة موجود هناك، وهناك راح نلاقي الكعبة والحرم الشريف. بس سواقة الطيارة صعبة، يعني لازم كذا قاعد ألعب كنترولر، فلازم أطلع وأنزل كل شوي وإلا بتفقد توازنها والطيارة بتلف بشكل غريب. فإيه هذه مكة تحتي مثل ما شايفين، نفس تصميمها بالحقيقة. اللي ساكن في مكة تقدر تشوف بيتك من هنا مثل ما شايفين. أوكي شباب، وهذه الكعبة المشرفة مثل ما شايفين، وهذا اللي هنا برج الساعة. مرة قلت برج المملكة بالغلط بفيديو قديم والناس عصبوا مني. هذه الكعبة، هنا الحرم. طبعا مثل ما شايفين حاطينها فاضية، ما في ناس، لأسباب منطقية. طيب خلنا نلف مرة ثانية، ناخذ نظرة ثانية. ايه مثل ما شايفين هذا الحرم، هذه الكعبة، وهذا برج الساعة. والله انه يعني برج رهيب. اوكي شباب، والان انا في فلسطين وبالتحديد عند القدس او عند مسجد الاقصى. خلنا ندور وين بالضبط. اوه المسجد الاقصى الشريف. هذه يا شباب مسجد قبة الصخرة، وهذه ساحة المسجد الأقصى مثل ما شايفين. والله نفس شكله مثل ما شايفين، بس ما أظن جنب مسجد الأقصى فيها العمارات، صح؟ اللي من فلسطين أتمنى يصحح لي، بس من الفيديوهات اللي أنا أشوفها ما في عمارات بنايات نفس كذا بجانب المسجد الأقصى، فما أدري ليش في اللعبة حاطينها كذا. نحاول نهبط أكثر شيء بدون لا نسوي حادث. إيب مثل ما شايفين هذه ساحة المسجد الأقصى، وهذا مسجد قبة الصخرة.
اوكي شباب، والان نحن في مصر في الجيزة عند الاهرامات مثل ما شايفين. وعلى فكرة من شهر كنت هنا، انا كنت عند الاهرامات بالضبط هنا تحت شايفين هذا المبنى؟ على ما اظن هنا كان مطعم تقعد ويكون مطلع على الاهرامات. والله منظر رهيب رهيب رهيب. انا جيت على الاهرامات يا دوب ساعة، ما قدرت اقعد اكثر من كذا، فالان يمديني اشوفها على راحتي في اللعبة. هرم ثاني شوفوا التفاصيل. كنت هعمل اول عمل ارهابي في الاهرامات في التاريخ. اوكي شباب، كل صراحه ما ادري وين في مكان ثاني مهم ازوره في مصر، فهنا في نص القاهره مثل ما شايفين هذه القاهره. والله جميله مصر الصراحه. هذا كايرو تاور، اسمه برج القاهره، اظن شيء مشهور في مصر. وعندنا مسجد، على ما اظن هذا مسجد مشهور في مصر اسمه مسجد الرفاعي. اللي ساكنين في مصر اتمنى تخبرونا هل شكله فعلا كذا مسجد الرفاعي نفس اللعبه ولا لا. اوكي شباب، وانا حاليا في دبي في الامارات العربيه المتحده، مكان اللي عايش فيه، وهذا برج العرب مثل ما شايفين. والله التفاصيل والجرافيكس رهيبه. اوكي شباب، وهذه جزيره النخله في دبي على شكل نخلة، كان يعني مو واضح من الاسم. طبعا جدا رهيبة من فوق. ومعلومة، انا عملت سكاي دايف، نطيت من الطيارة فوق هذه الجزيرة مثل ما شايفين، حاط لكم شوية لقطات. وهنا يا شباب برج خليفة، اطول برج في العالم والاشهر. والله شكله في اللعبة رهيب. واللي تحته هو دبي مول، اللي هو كمان أكبر مول في العالم. هذا أقرب شيء أقدر أوصل للبرج بدون لا أسوي حادث. أوكي شباب، وأنا الآن في بغداد في العراق مثل ما شايفين. على ما أظن اللي تحتي هو نهر الفرات إذا ما خاب ظني. أكون صريح معاكم، ما أدري وين أروح بالعراق، ما أدري وين أروح بغداد، كذا حطيت نص العراق وقاعد أطير. ما في شيء في بالي معين أروح عليه نفس الأهرامات مثلا في مصر. اللي من العراق متابعيني اتمنى تقولوا لي انا وين قاعد اطير. في حد ساكن هنا تحت؟ هنا عشان اسهلها عليكم، قدامي السفاره البريطانيه، قدامي هناك فندق رويال توليب او رشيد شيء نفس كذا. او بغداد مول، مول بغداد، خلينا نروح عليه. اوكي شباب، هذا بغداد مول على ما اظن، بس ليش حاطين مكان هبوط هليكوبتر؟ هذا مول، هذا مول عنكم يا شباب، اتمنى تصححوا. اي شكله مول، والله شكله مول. يب. اوكي شباب، ومن العراق نروح على الكويت. هذا في الكويت برج الحمراء. الساكنين في الكويت على ما اظن هذا برج مشهور. خلنا ناخذ نظره افضل عليه. يب، مثل ما شايفين برج الحمراء في الكويت. ولسبب ما هناك في الزاويه في ابراج مشهوره في الكويت تجي على شكل كرات، بس ما هي موجوده، شايلينها من اللعبه، او مو شايلينها بس مبدلينها بابراج ثانيه. شوفوا هنا في ابراج مشهوره في الكويت، هنا مبدلينها بابراج ثانيه، شيء جدا غريب الصراحه. ومن الكويت نروح على الدوحه في قطر. هذه الدوحه يا شباب، طبعا نحن على جزر مو في الدوحه نفسها، الدوحه هناك. فخلنا نروح كذا شوي شوي. ولا ايش هذا؟ يا اما مبنى حكومي يا اما فندق او منتجع جدا مشهور في قطر. اوكي، خلنا نروح على الابراج هناك على نص الدوحه. تحتي اميري ديوان، على ما اظن ديوان الامير في قطر، مبنى حكومي او شيء. اوكي، اظن هذه الابراج، سيتي سنتر روتانا الدوحه. فندق روتانا في الدوحه. اوكي، والان نحن في مسقط في عمان، وغيرت الطياره، ما ادري ايش هالطياره، جدا صغيره. اللي تحتي ارمد فورس، اظن سلطان، متحف السلطان الحربي او شيء من الكلام. شكله حلو والله. هذا قصر العلام او الالم، قاعد اقول اسمه غلط، في مسقط في عمان، مطلع على البحر. ونحن الان يا شباب في المنامه في البحرين، قدامي مستشفى الملك حمد، وهذه اللي قدامي جزيره شكلها جدا غريب الصراحه، بس هناك كنا في شيء حلو. خلنا نروح ذا ريدز كارلتون. فندق ريدز كارلتون تبع البحرين. وهذه ساحه، اظن اي حد في البحرين المفروض تعرف هذه الساحه، شكلها جدا حلو الصراحه. اوكي، والان انا في عمان في الاردن مثل ما شايفين. وصراحه انا من اللي اعرفه عن عمان او الاردن تشبه كذا،
دائما اللي يميز الأردن لما أشوفها فيديوهات أو صور تشوفوا كيف كذا في كأنه جبل أو جبال طالعة عليها بنايات بعدين نازلة. يعني المدينة في عمان كلها عبارة عن طلعة نزلة طلعة نزلة وطلعات تكون عالية. أوكي وصلت هالبرجين تقريبا أعلى شيء أشوفهم في الأردن إلى الآن. شكل هذا فندق وهذول برجين فندق على الأكثر. والآن قاعد أطير فوق بيروت لبنان مثل ما شايفين. بيروت على البحر معلومة جديدة صح ما حد كان يعرفها، بس في جزيرة فيها صخرة مميزة فخلنا نروح نشوفها الجزيرة قاعد أتكلم عنها. أوكي ألا مو هنا مو هنا، هنا شكله مكان ميناء. هناك هناك الجزر على اليسار خلنا نروح عليها. أو ليكون هنا ميناء بيروت اللي انفجر بعام 2021. أوكي وهذا المكان اللي فيه الجزر، بس وينها؟ أما شايلينها. هذه الجزر، شوفوا كيف صورها بالحقيقة وشوفوا كيف في اللعبة مزورينها. ليش طيب؟ شو الاستهبال؟ أنا كنت هنا، أنا عندي صورة هنا واقف ووراي هذول. شوفوا الصورة قدامكم، لا أحد يضحك، صورة من زمان بس شايلينها في اللعبة. والآن نحن في سوريا وفي التحديد في دمشق. هذا اللي على يساري اسمه جبل قسيون، أحد أشهر الجبال في سوريا. وطبعا اللي ما يعرف أنا من دمشق، أنا من سوريا، هذه مدينتي، بس ما رحت لها من 2010، من 14 سنة تقريبا. طبعا كمان في دمشق ما في شيء مميز أورجيكم إياه من الطيارة، فيها أشياء كثير رهيبة يعني نفس باقي الدول، بس ما في شيء كذا واو ضخم تشوفه من الطيارة. والآن موجود فوق الرباط في المغرب العربي، هذه مدينة الرباط في المغرب، أظن هذا ميناء أو شيء، إيه ميناء. والله المغرب تفتح النفس، كلها خضار تقريبا. أبي أشوف شيء مشهور أو مبنى. هناك مستشفى محمد الخامس العسكري، أظن كذا بالعربي مو متأكد، بس إيه إذا حد متابعين من المغرب يعرف هالمستشفى فهنا قاعدين نطير فوقها مثل ما شايفين. والآن نحن في الجزائر، وهذا اللي تحتي جامعة اسمها نافال كوليدج أو شيء من الكلام. والله أنا قاعد أحط مكان على الخريطة عشان أشوف الجزائر، جدا ضخمة هذه العاصمة، بس ضخمة ضخمة ما أعرف وين أنزل، حطيت كذا أي منطقة وقاعد أطير فوقها. ما شاء الله والله في أراضي زراعية كبيرة في الجزائر، وفي هذا المنظر الغريب ما أدري إيش هذا بالضبط، شارع في نص البحر، عمارة كبيرة مبنية لوحدة في نص البحر. إيش هذه يا شباب متابعين من الجزائر؟ أتمنى تفيدونا، إيش هذا المبنى؟ والآن نحن في طرابلس في ليبيا. شوفوا في كمان كذا شارع في نص البحر، وشكله هنا في منتجعات أو مدري إيش بالضبط. هنا عندنا أبو سليم هوسبيتال، وهنا في الخضرة هوسبيتال، وهنا في مستشفى طرابلس الجامعي. والله عنكم كثير مستشفيات. طبعا للأسف ما أعرف كثير في ليبيا، فما في مكان معروف أروح عليه، بس أظن سكان ليبيا تعرفوا الدوار كذا، دوار كبير على البحر. وهنا في برج باسم بوليلة إيه والله برج بوليلة، حلو الاسم. والآن أنا في تونس. أوه والله تونس، البحر عنكم داخل كذا في نص المدينة، منظر غريب الصراحة بس جميل. أوكي أنا أعرف كلمة تونس الخضراء، بس من جد تونس الخضراء، شوفوا معاي، شوفوا هذه الجزيرة تفتح النفس، النهر اللي فيها ما أدري إذا بالحقيقة كذا ولا اللعبة قاعدة تخترع شيء، بس هذه هي عاصمة تونس مثل ما شايفين. والآن أنا في بلد العروبة، اليمن السعيد صنعاء. طبعا تصدقوا ما عندي أي فكرة عن اليمن كيف شكلها بس أعرف شعب اليمن طيبين، في عدة أصحاب لي يمنيين والله ناس كفو، بس كمدينة كصنعاء كيمن ما عندي أي فكرة عنها. المتابعين اليمن قولوا لنا هل فعلا اليمن نفس ما قاعدة تظهرها اللعبة، لأنك اكتشفت أن اللعبة مزورة شوية أشياء يعني. فإيه نحن حاليا في صنعاء بالتحديد في اليمن. والآن أنا في دولة معروفة بشعبها الطيب، معروفة بأنها أطيب الشعوب العربية هي شعبها، السودان بالتحديد الخرطوم، وأظن هذا نهر النيل صح؟ النيل إيه؟ النيل في مصر والسودان، فمن المنطق يكون هذا نهر النيل.
والله جميلة السودان، فيها خضرة خضرة يعني، طلعوا نص المدينة خضار، نصها عمران والنص الثاني نهر. بس كمان ما فيها أبراج عالية أو شيء مميز أقدر أورجيكم إياه في الفيديو. والآن أنا في الصومال، تحية لشعب الصومال الشقيق. طبعاً حسب ما اللي شايف هذه مقديشو في الصومال. في الصومال ما في بنايات ابدا، كلها بنايات قصيره اللي انا شايفها، طابقين الى ثلاثه طوابق. خلنا ندور شوي ممكن نلاقي هناك بعيد فيه. خلنا نطير لهناك. وصلنا تقريبا، هذه العماره العمارات الوحيده اللي شفتها في مقديشو الى الان. والآن قاعد أطير في موريتانيا، وعلى ما أظن نفس وضع مقديشو في الصومال، إنه ما فيها أبراج أو ما فيها عمارات عالية، معظم العمارات من طابقين إلى ثلاثة. نفس المدينة أنا ساكن فيها، أنا ساكن في مدينة في الإمارات كلها عمارات، تحس كذا الوضع هادي رايق، تشوف السماء كل يوم، وما شاء الله فيها كثير طبيعة، فيها كثير عشب. أوكي شباب، خليني أورجيكم شوية مدن مشهورة. أول شيء عنا نيويورك في أمريكا، وهذا اللي قدامي تمثال الحرية مثل ما شايفين، أظن كلكم يعرفة. وهذه تحت نيويورك مثل ما شايفين، هذا اللي قدامي مبنى التجارة العالمي الجديد، هذا هو مبنى مانهاتن. وشوفوا كيف نيويورك تلاقي فيها تفاصيل أكثر من الدول العربية للأسف، يعني مركزين في التفاصيل أكثر على المدن المشهورة. وهنا عنا برج إيفل، نحن حاليا في باريس في فرنسا. كمان هنا شوفوا التفاصيل جدا مجنونة للمدينة. هل في حد قاعد يتابعني من فرنسا؟ ما أظن، لو في حد شاركنا بالتعليقات. والآن في لندن، وهذه ساعة بيج بن. آه يا لندن، لا آسف غنية كرنش كل شيء تطلع لي على تيك توك. فإيه كنا هنحطم هالقلعة اللي عمرها مدري كم مئة سنة. وإحصاءات اليوتيوب بتقول إنه عدد كبير من متابعيني ساكن في تركيا، ما أدري ليش الصراحة، بس هذا أنا في تركيا الآن. هذا مسجد آيا صوفيا على ما أظن اسمه، مسجد آيا صوفيا في تركيا. في مسجد ثاني هنا كمان، بس إيه أظن سبب إنه عدد منكم عدد كبير من متابعيني في تركيا إنه في عرب كثير ساكنين في تركيا. فأي حد ساكن في تركيا اترك تعليق، خلنا نشوفكم. اوكي شباب، وبكذا بنكون خلاص زرنا جميع الدول العربية وزرنا كم دولة مشهورة. حاليا راكب منطاد قاعد اطير فوق جبال الألبس في اوروبا. فعلى النهاية اذا عجبك الفيديو اتمنى لا تنسى تدعم الفيديو بزر اللايك، شاركونا تعليقات لو ودكم اسوي فيديوهات ثانية عن اللعبة. وبس كان معكم بشار كيال وبشار كيكي، شوفكم فيديوهات ثانية ان شاء الله، مع السلامة.